بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألني مجموعة من الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في مسابقة مدرستي عن الآلية والمنتجات والمجالات والكيفية، فأحببت أن أوضح هذا من خلال هذا العرض المختصر. أولا، المنتجات 7 التي يمكن أن يشارك فيها الطالب. الأول هو الأنفوغرافيك، وهو أشبه بالخريطة الذهنية، ولكن عن طريق برامج خاصة بالأنفوغرافيك مثل أدوبي إلستريتور وأدوبي فوتوشوب وإنسكيب تابلو وأدوبي فايروكس، ويشبه العمل عليها أو عمل الأنفوغراف مثل هذا. هذا هو أنفوغراف معمول للمسابقة عن طريق تلك البرامج، طبعا كل حسب خبراته. المنتج الثاني أو العمل الثاني هو الموشن جرافيك، ويشبه الأنفوغرافيك ولكن إلى حد ما، ولكن تكون الصور فيه متحركة وبه مؤثرات صوتية وأصوات وحركات حركي، هو برنامج حركي، ويمكن عمله عن طريق برامج مثل داز ستوديو ولينك سبيس وفريكاد وكريتا وسويت هوم. وهذه صورة للموشن جرافيك، لكنها طبعا هذه ثابتة، ولكن الموشن جرافيك تكون متحركة أشبه بأفلام الكرتون. المنتج الثالث هو مستند العرض التشعيبي، ويمكن إنتاجه عن طريق برنامج الباوربوينت، وهو من برامج المايكروسوفت أوفيس، هو معروف طبعا عند الجميع. المنتج الرابع هو عبارة عن مقطع مرئي ينتج عن طريق أحد برامج التصاميم، غالبية الآن أصبحوا يستخدمون برامج الجوال، وهذا نموذج لبعض برامج الجوال التي يمكن أن تنتج، وفيها أيضا بعضها منها برامج خاصة بالكمبيوتر مثل الفيلمورا وغيره. المنتج الخامس عبارة عن رسالة، تكتب رسالة إيجابية مؤثرة حول الموضوع المراد الكتابة فيه أو موضوع المسابقة الذي هو محدد. هذه الرسالة يكون لها هدف وتكون مؤثرة، يعني فيها إبداع وعمل جيد. المنتج السادس هو التحقيق الصحفي، والتحقيق الصحفي عبارة عن عملية استقصاء وتحري عن موضوع معين، وموضوعنا طبعا هو موضوعات المسابقة التي سأستعرضها بعد قليل، ويكون مكتوبا. وهنا قد وضعت بعض يعني المعلومات عن التحقيق الصحفي، ويمكن التوسع فيه لمن يريد ذلك. المنتج السابع هو عبارة عن مقطع صوتي مسموع، ويكون إلقاء جيد، ويمكن استخدام بعض البرامج الخاصة بالمونتاج الصوتي، وهي كثيرة ومعروفة، سواء كانت على أجهزة الكمبيوتر أو على الجوالات. المجالات التي تقدم فيها الأعمال 3 مجالات. المجال الأول هو مجال التعليم، وهنا مخطط أو أنفوغراف خاص يوضح هذه المجالات التي يمكن أن يكتب فيها أو أن يقدم فيها الطالب مشاركته. المجال الثاني هو في مجال الإعلام والتثقيف، وهنا أيضا توضيح له شامل، يمكن أن يختار الطالب ما يناسبه. المجال الثالث الذي يمكن أن يشارك فيه في مجال التدريب، وهنا أيضا توضيح أكثر لهذا المجال. مراحل المسابقة ومواعيدها، وكثيرا ما يسألني الطلاب عن هذه، وهي على النحو التالي كما تلاحظون هنا. تم الانطلاق في 10 من شهر صفر 1442، وسيكون الترشيح قبل تاريخ 26/3، ويتم فرز هذه الأعمال في المدرسة
ثم تعلن النتائج في المدرسة، ثم يكرم الطلاب المشاركون ويرفع العمل المرشح إلى مكاتب أو مكتب التعليم. في مكتب التعليم سيكون هنالك فرز حيث ستجمع الأعمال المقدمة من المدارس الأخرى أو من كل مدرسة أو من كل متسابق في 14/4/1442، وتعلن النتائج في 15/5، ويتم تكريم الفائزين، ثم ترفع إلى الإدارة، إلى إدارة التعليم. سيتم الرفع إلى إدارة التعليم في 12 من الشهر الخامس، ويتم الفرز في ذلك الوقت، ثم تعلن نتائج الفائزين، وبعد ذلك يعلن الفوز للمتميزين ويحصلون على التكريم وعلى درجة التميز وعلى النتيجة النهائية. هذا باختصار شرح لهذه المسابقة وللآليات التي يمكن أن تنفذ بها. شكرا لكم، وأتمنى لكم الفوز، وأتمنى من كل طالب أن يشارك، أن يحاول ويشارك. مشاركتك هذه في حد ذاتها تعتبر فوز، المشاركة في حد ذاتها تعتبر فوز، فشارك ولا تيأس، يعني ستكتسب من ذلك الكثير من المعرفة ومن الخبرات ومن المشاركات، وستدفعك هذه المشاركة في حالة لم تفز إلى مشاركات أخرى أكثر، ستستفيد الكثير وستحصل على الكثير كما ذكرت لكم من الخبرات ومن الفوائد. فوائد المشاركة لا تحصى حتى ولو لم تتمكن من الفوز. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.